تسمعني؟ تمام. كوتش السلام يا عليكم. شباب. وعليكم السلام. أنا اسمي الرقيب أيمن من شرطة المدينة، هذا مثال. معك العسكري أحمد صباح من الخير. شرطة المدينة. صحيح. سلام. أنت إيش اسمك؟ انا محمد الفيتامين. محمد الفيتامين. يلا من يجي تمام نعمل محمد المستشفى؟ الفيتامين. انا جنبك جنبك تقدر تحكي لي إيش صار؟ من ورا الشنطة والله هذا الظاهر. انا كنت عم سجد لا، اعمال في عند صناعات المتجر البحرية. ومحاولة حرق سيارة، مو السيد هذا. هذه سيارتي كان فيها بلغش ودبان وحشرات، فكنت انا لا، هي بنظفها. مو سيارتك، لا، هي تبعي. متأكد؟ متأكد. كان فيها حشرات؟ استعان بهم. صحيح، شو فكنت هالرصيد، بنظفها شو انا هالصغير؟ بالبنزين. تنظيف نظفها حشرات كمان انا. الحشرات بالبنزين، صح؟ صحيح، لان الحشرات تموت في عندك البنزين. قضية رواد. في شيء اسمه مبيدات حشرية مو بنزين. يا اخي ما لقيت مبيدات، ما كنا حاطين لنا بالمتاجر مبيدات. ها، وحاطين لك بنزين لتشيل الحشرات. صحيح، جربها انت اذا عندك حشرة بالبيت، حط لها بنزين تلاقيها ماتت. ايوه، ماتت وبعدين تولع نار. لا، نحن ما نولع، هي بس من الريحة ما تموت. نستعمل بنزين، نحن نستعمل مثل ما تقولون انتم الشحاطة او الجزمة. صحيح، نضرب فيها حشرة. لكن اذا كانوا 1000 وحدة ما فيك تلحقهم كلهم بالشحاطة، تمام. تفيدهم إبادة. طيب دقيقة، انت تشيل الحشرات واصحابك اللي بدأوا يضربوا النار؟ انا ما اعرفهم، انا كنت او ما بالبقالية تعرفهم؟ والله انا اول لان شيء سبق نظف لي الحشرة. القيت القبض عليك خليني انت اشوف كم واخوي حمولته اول شيء. خويي ما كان موجود، على اللي فكرة. منه اللي كان بيشتري. قبضت عليه مو موجود، كان بدون لا لا، ايدين. موجودين، كلهم موجودين بدون كانوا. ايدين هو، فانت ما قتلتوه ولا القيت القبض عليه. لا يا حبيبي، كانوا ثلاثة يا اخي والله ما القيت القبض وانت عليه أربعة. ولا قتلتوه، كانوا ثلاثة وانت أربعة. انا ما اعرفه. قتلنا حمل اثنين الدباب وواحد هرب. بالصندوق مع انا الولد. سلمت حالي اول ما اجيته، ما قتلت حدا وما عملت شيء. أي واحد؟ طيب، ولا اقدر هيك هذا الشيء. متساهل معك ومقدر؟ أول واحد. ايوه، كيف ما قال لك العسكري، نحن نقدر هذا الشيء. صحيح، مثل ما تساعدنا نحن نساعدك. انا ما اعرف احد، صديقي اللي كان معي طلع من المقاطعة وانا بقيت لحالي. تمام، سجل عليك مخالفات بسيطة.